قلت لك الحرش الحشم ايه سهلة ودغيا كتعدى ساعه الوقت ساعه الوقت بين بين تحضيره وبين الطياب واخا ساعه الله ديال ديال الفران وقول اربع ساعات ديال الخدمه كناخذوا جوج وسهله ورخيصه ايه كناخذوا جوج ديال المندارين دابا راه موجود المندارين جوج كنغسلوهم كنجيو حطو داك داك الكاس ديال العصاره ديال العصير كاس العصير اييه كنديرو فيه داك الجوج ديال جوج ديال لي ماندارين كنديرو خلو كاس العنبه كنديرو ديال السكر كنبلوه سنسنيده اييه نص الكاس زيت نص ديال داك الكاس ديال الماء اييه وواحد الساشي ديال فاني وحده وجوج بيضات اييه كنطربو هادشي مزيان حتى داك بين قوسين هذاك الماندارين الماندارين كنديرو الجلوف ديالو واخا وكتطحن مزيان حتى ما كيبقاش يبان ما كيبقاش الجلوف المهم كيطحن مزيان اييه وكنكبوه في شي اناء اللي غنقدروا نخلطوه فيه باش يجينا ساهل حيت هو نورمالمون خاصك تخلطيه في داك الكاس ولكن انا جربتها ما عطاتش معايا كيبقى شويه داك السميده كتبقى شويه ما مخلطاش مزيان اييه حيت الكاس صغير شي شويه بخير خويها في واحد الاناء يكون داير مزيان وكتاخذي داك التراب اليدوي اييه وكديري كتكبي فيه وكديري رابعه ديال السميد بالضبط رابعه السميده ديال الحشره اييه وجوج ديال الخمارات كتخلطي مزيان كتاخذي داك المول ديال اللي كنديروا فيه لاباط اييه القصير معروف هذا كتدهن بالزبده مزيان كتدهن مزيان بالزبده وكترش السميد اييه وكتكب به داك الخليط كامل وكتدخلها للفران مباشرة بلا ما يسخن بلا ما والو ساعة الا ربع بالضبط كتكون طابت الحرشة وجدات اييه كتاخذي باش كديري لها داك السيرو ديالها باش تزيدي تكملي عليها وانتي كطيبي فيها انتي كتصوبي فيها كتاخذي واحد جوج ديال الماندارين اخرين كتقطعيهم وكتحيديهم بين قوسين كتحيدوا العظومة لان العظومة كيبقاو واحد المرورة اييه ديرهم بلا العظومة لا كيفي العظومة يشيدوهم كديري كاس ديال الماء وكاس ديال السنيدة حتى كيولي عندك السيرو كتكوني موجده الا وجد لك الا لقيتي باقي سخون والحرشه قريبه تطيب اييه ديري في اي واحد الاناء فيه الماء باش يبرد لان الحرشه خصك تدهنيها وهي سخونه ويكون السيرو بارد اييه مفهوم كانت بارده يكون السيرو سخون اييه من بعد كتحيدها من كتخليها كتنزل شي شويه كتشد راسها واحد شويه كتحيدها من داك المول ديال الصوب فيه وكديرها في الطبسه ديال التقديم كتدير لها داك الوجه ديالها بداك السيرو كتاخذي يا كوكيا على حسب شي فعلا على حسب هذا الشيء اللي كاين الموجود حنا المغربيات حنا كنقضيو دائما من الموجود فعلا وكيخرج داك الشيء زوين وهذه الاستمراريه ديال المغرب فعلا تبارك الله الموجود هذا الشيء اللي كاين الحمد لله الحمد لله والحمد لله الواحد يقضي يبدا يباني راسو اييه تماما وكدهنيها وكتقدمها راه كتجي رائعه اييه واخا جديده الله يعطيك الصحه.